تعال نشوف بقى ايه اهم الاجراءات اللي تخلينا نعمل كده. اول حاجه لازم كل يوم الصبح تدعي ربنا وتقول: اللهم اني اعلم انك تحب الخير، فاجعل قلبي يا مولانا يرق ويتعلق بكل ما فيه خير لاحد من خلقك. كل يوم اللهم اجعلني محبا للخير واجعلني خيرا. خيرا يعني ايه؟ ازيد بحب الخير. ده اول حاجه. تاني حاجه، لابد ان كل يوم تخدم حد من خلق الله، تعمل له خدمه، تدي لحد ميه عطشان، تدي لحد ورقه محتاج يكتب عليها. دايما خلي معاك حاجات اضافيه، قلم زياده اديه لحد وما تاخدوش، ورقه تديها لحد الحاجات الصغيره اللي انت بتعملها دي فيها بركه المحبه. تخيل شعورك وانت محتاج لقلم ومش قادر، فحد يدي لك القلم يقول له لا خليه ليك. الادوات الصغيره دي خليها عندك، خليها معاك وانت ماشي، وزع الادوات الصغيره دي. وفي حاجه في الخير كده انا بحبها قوي، لما الخير يختلط بالسعاده. انا واحد من الناس بكره فكره الشحاته، بكره الشحاذين، بكره الخصله دي. حضره النبي ما كانش بيحبها، ولما لقى حد عايز يعمل كده حضره النبي طور من حياته. فايه اللي حاصل؟ بتلاقوا اطفال بتقف في الاشارات والحاجات اللي زي دي. انا بحب نوع من انواع الخير ممكن يبقى لطيف، هو طفل هيفضل طفل حتى لو حد استغله. انا لو اديته فلوس هيفضل الطفل ده مستغل، فاعمل ايه؟ وخاصه احنا بنشوف الكلام عن الاطفال دلوقتي في الايام دي، وازاي بيتعرضوا لنوع من انواع الاستغلال ونوع من انواع المهانه. تعمل ايه؟ خلي دايما معاك شوكولاته، خلي معاك حلويات، ولما تقابل طفل من الاطفال دي ادي له حاجه حلوه، وشوف السعاده اللي في عينيه بتكون ازاي، لان هو طفل كبر، صغر، استغل، اتباع، اشترى. ربنا يحفظ اطفالنا كلنا، لكن طفل خليه خير ودخل عليه السعاده واديله ده. وكل يوم حاول قبل بعد صلاه العشاء تدعي الدعاء ده: اللهم اني اسالك وانت يا مولانا تحب الخير، ان تجعل كل عمل عملته في يومي بابا من ابواب الخير يفتح لي باب حضرتك، فاذا نمت انام نوم السعداء ونوم من قبلتهم في حضرتك وفي أنوارك وفي بركتك. اللهم إن أحييتني إلى اليوم القابل اجعل خيري مددا من عندك لأرى جميل نظرك إلى قلبي يا رب العالمين. يا رب اجعلنا دايما من أهل الخير، وحبب إلينا الخير، واجعلنا دايما من أهل الخدمة، ومحدش فيكم أبدا يخاف إن هو من أهل الخدمة. الخدمة شرف، والخدمة نور، والخدمة بركة، والخدمة سعادة وسرور. يا رب اجعلنا من أهل الخدمة.